واحد من نجوم هذه المواجهة النهاردة، واحد من اللاعبين اللي قدموا مباراة كبيرة جدا ورفض الاحتفال بعد هدفه في أسلوب وسلوك محترم جدا، هو الكابتن محمد عنتر نجم نادي سيراميكا كليوباترا. يا كابتن محمد، ألف مليون مبروك الفوز النهاردة وتألقك في هذه المواجهة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور يا كابتن محمد، ألف مليون مبروك. أخبار حضرتك إيه؟ ودايما متألق، أنا متابع حضرتك. يا ربي يا ربي يخليها يا كابتن محمد. النهارده النهارده عملت مباراة كبيرة جدا ورائعة جدا أنت وباقي زمايلك، بس تحديدا أنت كنت واحد من نجوم المباراة. ربنا يخليك. أنا طبعا أول حاجة يعني بقول لجمهور حضرتك ومجلس إدارته وببارك طبعا إدارة نادي سيراميكا استاذ محمد ابو العينين، حاج محمد ابو العينين، واستاذ طارق ابو العينين، والحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله. النهارده انتوا اشتغلتوا بشكل فني محترم جدا، وانا حتى وانا بتكلم على الجهاز الفني للمصري البورسعيدي قلت انه ما ينفعش تسيب صلاح محسن ومحمد عنتر تديهم مساحات. النهارده انت وصلاح محسن اشتغلتوا على المساحات بشكل كويس جدا وسجلتوا وضيعتوا اهداف برضه. طبعا والله الحمد لله. بص هو احنا معانا جهاز محترم ايمن الرمادي، هو راجل فتره قليله يعني الى حد ما حفظنا يعني، والحمد لله دي تعليماته طبعا والحمد لله اول ما نفذنا ربنا كرمنا الحمد لله. رفضت انت الاحتفال بعد الهدف؟ طبعا. بص كابتن كريم بمنتهى الامانه، النادي المصري يعني بجد وجمهوره ده بيتي. انا قعدت سنتين ونص وهم عزاز غاليين عليا، قعدت سنتين ونص غاليين يعني قاعد معاهم عايش معاهم وناس يعني بيحبوني وبيحترموني وانا يعني بجد بحبهم واتمنى لهم كل التقدير، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم الفتره الجايه وربنا يكرمهم ان شاء الله، وعندهم مجلس اداره محترم كامل متكامل ابو علي، وربنا يوفقهم ان شاء الله في الخطوه الجايه. طب بعد الهدف انت عملت الموقف الجميل دوت، وانت خارج بقى من المباراه كنت متنرفز قوي ليه؟ والله لا كابتن كريم، انا اخر سبرنت ليا السمانه بتاعتي شدت فما كنتش عارف اتحرك. فهو كان في اسلام ده اخويا الصغير على فكره، لان انا كل اللعيبه الصغيره هناك انا يعني اعتبر يعني اخواتي كلهم طبعا. فانا ما كنتش قادر اتحرك اطلع بسرعه، فبفهمه بس وجهه النظر بس، انت عارف طبعا شده ملعب وبتاع، وانا عن نفسي اول لما شفته بص على دماغه وبص على دماغهم كلهم وهم فريق كبير ووراهم جمهور عظيم وربنا يوفقهم الفتره الجايه يعني. طيب بالنسبه لك انت بقى، انت تحديدا وضعك ايه الموسم القادم؟ مستمر مع سيراميكا كليوباترا ولا في خطوه جديده؟ والله هو يعني في عروض كابتن كريم، بس انا والله مبسوط في سيراميكا، وصراحه بفضل الله منظومه منتهى الاحترافيه والاحترام، وانا يعني بس طبعا كله في الاول وفي الاخر ده راي النادي يعني، بس انا يعني بنسبه كبيره اكيد مكمل يعني. اكيد مكمل بنسبه كبيره. اه طيب الزمالك في منه عروض ولا مفيش من الزمالك عروض؟ والله يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس ده الزمالك طبعا. ده الزمالك، الزمالك برضه ده الزمالك ده بيتي الثاني طبعا. هو كل ما هناك طبعا الوكلاء شغالين بتوعي واكيد فيه يعني، بس والله كابتن كريم انا اكيد في مع سيراميكا لان انا يعني عايز اعمل حاجه مع النادي واعمل حاجه لنفسي لان انا يعني بصراحه يعني قصرت مع نفسي كتير في فتره من فترات، مش هجيبها في حد، بس انا قصرت في حق نفسي كتير، وكان مكاني يعني كان المفروض ابقى في مكان تاني، بس الحمد لله واحده واحده ارجع، والحمد لله النهارده يعني حضرتك يمكن شفت يعني قدمت مباراه كويسه. طب كابتن محمد، انت قلت كلمه حلوه دلوقتي، انا بحب الناس اللي بتحاسب نفسها، انت بتقول لي انت قصرت في حق نفسك، قصرت في حق نفسك ازاي؟ والله يا كابتن كريم يعني اغلبيه الاوقات الزمالك يعني انا اول ما جيت كنت بلعب والحمد لله اخد بطولات مع الزمالك وكنت مؤثر جدا. صحيح. جت فتره عليا كده قعدت بدون اي سبب. انا مش هقول بقى يعني مش هقول مثلا جهاز فني وبتاع، اكيد هو مدير فني فهو اكيد شايف حاجه انا يعني اكيد انا مش شايفها، عشان كده دايما احنا لازم نحسس نفسنا زي ما انت بتقول، فاكيد يعني لو هو كان شايف ان انا كنت العب اكيد يعني كنت العب. تقصد ان انت لما الجهاز فني وقعدك في الزمالك انت ما تقبلتش الموضوع، فانت لو رجع بيك الوقت تاني ما كنتش هتعمل كده؟ طبعا يعني هو بنسبه كبيره انا كنت مضغوط شويه لان انا كنت جايب رقم كبير وكانت عليا خناقه بين اهلي وزمالك. صحيح. فكانت دي انت عارف طبعا يعني هي مش اثرت عليا ولا حاجه، بس كانت عليا لود كبير. وزي ما بقول لحضرتك برضو يعني انا يعني
كنت اتمنى ان انا يعني اكمل واقدم حاجه كويسه بس الحمد لله ربنا كرمني واخد ست بطولات برضو مع نادي الزمالك. يعني انت تاخد طبعا ست بطولات مع نادي الزمالك رقم كويس جدا طبعا في ظل اصلا سنتين ونص انا ما عادش كتير برضو في وده النادي. وده اللي مخليك مش ممانع فكره انك ترجع الزمالك تاني في اي وقت؟ لا لا الزمالك ده يعني بيتي ولو هم طلبوني الليله قبل النهار بس انا يعني على طول نادي كبير ونادي محترم طبعا طبعا انا فاهم هم من الاول من الاخر صفات القرار صحيح بالتاكيد بالتاكيد. كابتن محمد الف مليون مبروك النهارده الفوز بالبطوله وبهنيك بشكل شخصي على ادائك كريم ودايما متعلق وانا متابع حضرتك يعني ودايما متعلق شرف لي يا حبيبي شرف لي انا بشكرك شكرا جزيلا وانت من اهله يا رب.